السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنتكلم عن ازاي تفرق ما بين الساعة الجي شوك الاوريجينال والساعة الجي شوك الكوبي في موديل اللي هو الجي اي 100 او الجي اي 100 اللي انا ماسكه في ايدي دلوقتي. تمام، احب بس ابدا قبل ما ابدا الفيديو، اتمنى بس حضرتك لو تشترك معايا في القناه، لان 85% من المشتركين من اللي بيشاهدوا الفيديو على اليوتيوب ما بيشتركوش، فاتمنى بس حضرتك تنزل تحت وتشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، ولو كمان الفيديو عجبك يا ريت لو تشير مع بقيه اصدقائك اللي هو مثلا معاه جي شوك وخايف ان هي تبقى كوبي، او عايز يشتري جي شوك وخايف تكون الساعه كوبي. تمام، نبتدي الفيديو ان شاء الله. بص، الساعه الجي اي 100 دي او الجي اي 100، لو انت ما مسكتش الساعات جي شوك قبل كده، انا بس احب اكد لك ان بيبقى في الساعه من هنا اهو، بيبقى مكتوب كود. تمام، في كود اهو، انا بس احاول اوضحه اهو، في كود اهو. تمام، وفي كود بيبقى مكتوب هنا كمان اهو، ثواني نوضحه هنا كمان اهو اهو. تمام، مش هتفرق بقى هنا اذا كانت الساعه كيسد ان تايلاند او ميد ان تشاينا، لان الموديل ده اهو، بص جابان موفمنت اهو، انا عندي كيسد ان تشاينا، كيسد ان تشاينا. في ناس بتبقى كيسد ان تايلاند، دي مش تفرق في حاجه، هي بس مساله ان هو بينقل العماله بس، عشان العماله بتكون رخيصه في تايلاند، رخيصه في تشاينا، فهم بقى يروحوا لتشاينا. زي ابل كده، بقت كل تصنيعها او كل المكونات بتاعت موبايل ابل او مكونات او منتجات ابل بتبقى امريكيه، بس بتتصنع بتتقفل في الصين عشان بس العماله هناك بتبقى رخيصه. تمام، تمام. نيجي بقى لاسهل طريقه تتخيلها في الموضوع ده كله، دي اسهل طريقه ومجربه مثلا بنسبه 95%. ال 5% دي انا هحاول ان انا اوضحها لكم في فيديوهات تاني، بس ال 95% من الحل، شايفين العداد اللي فوق ده، العداد ده بتاع الستوب ووتش، العداد اللي فوق ده اللي هو في الدايره ده، وبيبقى العداد ده في الجي اي 110 بيبقى هنا في الشمال هنا عند رقم 9، عند الساعه 9. تمام، انت عشان تشغله، لا العداد ده بيبقى اغلبيه الساعات الكوبي بيبقى واقف، بيبقى ثابت ما بيتحركش، يعني بيبقى كمالي، يعني شكل جمالي بس. تمام، احنا بقى عايزين نعرف يعني نشغله يعني ايه عشان يبقى الساعه دي اوريجينال ولا لا. طيب هنيجي هنا للمود، المود نيجي نضغط كده اهي، اللي هي الستوب ووتش، اللاب المكتوب عليها لاب، هي زيرو من تحت. لو انت ضغطت على زرار الفورورد ده هنشغله كده هيشتغل، اول ما ندوس على فورورد تاني العداد اتحرك. طب نشغله تاني، العداد اشتغل، قصدي اللي هو التايمر اللي تحت ده اشتغل، ندوس تاني العداد اتحرك. نصفره يعني نرست الموضوع ده، نرجعه للصفر تاني اهو. دي اسهل طريقه تتخيلها في تفرقه الساعه الجي شوك الجي اي 100 او الجي اي 110، دي والجي اي 120 نفس النظام برضو. دي اسهل طريقه تتوقع، كله عن طريق العداد ده، العداد ده هو ده اللي هيبين لك اذا كانت الساعه اوريجينال او كوبي. بصراحه في الاونه الاخيره دي انا شفت ساعات كوبي العداد ده فيها شغال، بس انا هفهمكم حاجه بس بسيطه، الحاجه اللي انا بس لاحظتها وعرفت الساعه دي كوبي ولا لا، ان الملمس بتاع الجي شوك، الملمس بتاع الجي شوك مش زي الملمس الكوبي، الملمس الكوبي قصدي مش زي الملمس اللي انا ماسكه دلوقتي. دي بقى حاجه بتعود للخبره شويه والاكسبيرينس. وكمان انا بس عايز اوصل لك بس حاجه، انا بلبس ساعات جي شوك بقالي حوالي 5 سنين. الفكره كلها ان انا اول ما بمسك الساعه الجي شوك بعرفها على طول من لحظتها، بتبقى الملمس بتاعها، بيبقى العداد ده، ويا سلام مثلا لو ساعه ديجيتال، الديجيتال دي كمان بيبقى الناس صعب ان هي تعرف تميز فيها، لا انا بعرف. هي الفكره كلها ان انا، هي بس بتيجي عن طريق الخبره، لكن انا بكلمك على الخبره اللي انا عرفت اكتشف بيها الساعه دي اذا كانت اوريجينال ولا لا عن طريق العداد ده. خد بالك برضه، في ساعات جي شوك جي اي 100 بتنزل باكره هنا، في اكره هنا، هنا مفيش اكره، الساعات الجي شوك ملهاش اكره. في ساعات زي مثلا الجي اي 400 بينزل لها اكره هنا، بس مش لتظبط الساعه، يعني انت بتلاقي ساعه كوبي تلاقيك تطلع الاكره وتظبط الساعه، لا الساعه الجي شوك دي بتتظبط اوتوماتيكيا، بتتظبط عن طريق الديجيتال. اوعى تتخدع في الحته دي، مفيش ساعه اوريجينال بتنزل من هنا اللي انت تظبط العقارب من هنا،
بس في ساعات كوبي بتنزل بالعقارب، الاكره بتبقى هنا ويظبط العقارب يعني يشد الاكره ويظبطها. لا بس هو ده اللي قدرت اطلعه لكم في الفيديو ده، وان شاء الله ان شاء الله هحاول اطلع لكم يعني، يعني اطلع مش عارف اكلم اقول ايه يعني اكلم ان شاء الله اطلع لكم فيديوهات ان شاء الله، ان شاء الله تفيدكم باذن الله. واتمنى بس حضرتك يعني لو تكرمت تنزل تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو، ولو عجبك قوي يا ريت تنشره ما بين اصدقائك، لان انا فعلا فعلا محتاج دعمكم. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه السرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll be right back.